كابتن خطيب وهو بيكرم لاعيبه السله، قال انه يعني هو بيكلمهم قال لهم الابطال اول ما بيخلصوا ويتوجوا ويحققوا بطوله، ده بالنسبه لهم مش نهايه المشوار، ده بدايه مشوار بطوله جديده. وهو بيقول كلمته قال كلمتين اتمنى الحقيقه كمان انه يمكن وانا بكلم مع حضرتك افتكرتهم، انه اهم حاجه في لعيبه الاهلي اللي بتميزهم طول العمر على مدار التاريخ في كل اللعبات الروح والقلب. بيتهيألي دول لو موجودين في بدايه الموسم الجاي فرقه الاهلي قادره على انها تحقق كل الالقاب. كابتن خالد طبعا كلام الكابتن خطيب مظبوط 100%، واللي بيتابع فرقه الباسكت بتاعتنا لان انا بتابعها السنة اللي فاتت حاجة، والمنظر اللي شفناه حاجة تانية، تغيير مدرب، ودي قيمة المدرب الكويس. خد بالك يعني الأوجستي دي مدرب كويس جدا، غير الفرقة غير العناصر، اللعيبة عندها دوافع ما كانتش موجودة قبل كده. وبرضو نجاح أي مدير فني إن هو إزاي يستنفر الدوافع ويجيب دوافع جديدة بالنسبة للعيبة ويستنفر طاقتهم يطلع أحسن حاجة، وده اللي قاله الكابتن محمود الخطيب. إحنا طول عمرنا على مدار الأجيال اللي بيفرقنا عن اي حد الروح والاراده والرغبه في الفوز، وزي يعني زي الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. فانا اتمنى فرقه الباسكت السنه دي باذن الله من بطوله لبطوله باذن الله، ونتمنى كمان مستر موسيماني ينجح في ده مع الاهلي في موسم اول مكتمل، يعني لاول مره بتجيله فرصه انه يبقى عنده فتره اعداد يختار لاعبين يتعرف على القماشه اللي موجوده معاه على مدار سنه كامله، وبالتالي بتهيألي المقدمات تقول انه واخد فرصته كامله في الموسم اللي جاي، وان شاء الله يقدم كره كويسه باذن الله، وباذن الله تكون كل البطولات باذن الله في دولاب النادي الاهلي السنه ان شاء الله. باذن الله يا رب العالمين.